صفية إيمينوطراس، رئيسة تعاونية زنق النسوية للزربية الأصيلة، رئيسة الجمعية الوطنية لمنتجي وموزعي الزربية المغربية. أنا اليوم جيت فخورة باش نشارك في هذا اللقاء اللي هو لقاء دولي، لقاء عالمي اللي كيهضر على التراث وبالأخص التراث الوطني ديالنا. وأنا من خلال هذه الورشة هذه غادي نهضر على التراث ديال الزربية الووزكيتية، الزربية الووزكيتية اللي كتوجد في مناطق طازناخت إقليم ورزات جهة ضرعة تفيلالت، واحد المنتوج اللي غني وغني جدا بالتراث المادي والتراث اللامادي، مجموعة من التراث اللامادي من خلال جميع المراحل اللي كتمر منها الزربية الووزكيتية، مجموعة من الأهازيج، مجموعة من العادات وتقاليد وأعراف اللي كتحمل ثقافة الأمازيغية ديال منطقة أيت ووزكيت. ومن خلال المداخلة ديالي هضرت على مجموعة من هاد التراث من خلال الأشكال والألوان ديال الزربية ديالنا، ومن خلال الرسائل اللي كتحملها الزربية الووزكيتية، ومن خلال الأشكال الزربية الووزكيتية اللي كلها عقدة، الزربية الكلاوية اللي فيها ثلاثة الأشكال العقدة وأخنيف والزنيفي، الزربية المزربية اللي فيها جوش الأشكال أخنيف والعقدة، الزنيفي واحد الشكل ديال الزربية اللي كيتخدم بجوش الألوان، ولكن استطعت المرأة القروية، المرأة اللي ما عمرها ما دخلت القسم مهزات ستيلو مهزات قلم مهزات مسطرة أنها تخترع فيه 50 شكل، وهذا مهم ومهم جدا. ولكن هاد النساء كنعتبرهم أميات من خلال القراءة والكتابة، ولكن حاملات الدكتورات والشواهد العليا من خلال الحرفة ديالهم. الزربية الووزكيتية اللي غادي نقولوا أنه منتوج نسوي 100% من المراحل الأولية ديالها إلى المراحل الأخيرة، إلا أن كاين واحد المرحلة اللي هي مرحلة الراعي يعني الكساب، اللي من هذا المنبر كنقدموا له الشكر الجزيل لأنه حافظ لنا على السلالة ديال جبال سيروة اللي كتعتبر من أجود الصوف عندنا في المغرب. المرأة المغربية ربما تكلمت في الورشة ديالي على واحد الرقم اللي هو جد مهم في المنطقة ديال أيت ووزكيت، 22,000 نساجة اللي كلها كتساهم في الاقتصاد ديال الأسرة ديالها، وكتساهم في الاقتصاد ديال المنطقة وكذلك الاقتصاد الوطني. المنتوج ديال الزربية الووزكيتية من خلال هاد النساء هو منتوج عالمي معروف عالميا، واحد المنتوج اللي كيلعب دور كبير في التربية ديال الأبناء ديالنا. أنا كنقول الأبناء اللي قروا من عندنا، اللي خرج دكتور، اللي خرج طبيب، اللي خرج أستاذ، اللي خرج، راه الزربية هي اللي خرجته من خلال الأم ديالو ومن خلال المساهمة ديالها في كل ما كيخص المجال المادي الأبناء ديالها والأسر ديالها. سميرة النوالي، تعاونية الإخلاص الحرفية واد الحمر، جماعة تيولي، إقليم جرادة، منطقة حدودية. أول تعاونية نسوية قروية بالجهة الشرقية كتخدم على مادة الحلفاء، هذه المادة اللي معروفة يعني بديشون من تورير تحت الفيكيك. كان لنا الشرف أننا نحضروا في هذه الورشة لنوصلوا الصوت ديالنا نتاع هذه الحلفة اللي راها في الاندثار، ونوصلوا الصوت ديالنا ليونسكو. ولنا الشرف أننا قلت لك باللي شاركنا في الدورة 17 باش نحاولوا قدر الامكان نصون هذا الموروث الثقافي الغير مادي. فريده العزوزي، تعاونيه خزف تغزا، هي المسمى بالريفيه اثقي. تعاونيه خزف تغزا جماعه الروادي اقليم الحسيمه. هاد التعاونيه يعني هي في واحد الدوار، وهو دوار ديال تغزا اللي موجود في ديك الجامعه ديال اقليم الحسيمه، هي جامعه الروادي. هاد التعاونيه اسسناها يعني باش تشد واحد التراث يعني موروث ابا عن جد. لحقاش هاد التراث هذا بدا كينقرض، وانما ان شاء الله باسم هاد التعاونيه اللي اسسناها يعني بغينا تبقى وتستمر.